السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة للجميع. فيما يخص يعني موعد العطلة، إن شاء الله كما هو مقرر رسميا فالعطلة ستبدأ من يوم 24 حتى 31 يناير، مدتها 8 أيام فقط. هذا هو التاريخ الرسمي للعطلة. ممكن شي واحد يأخذها قبل من التاريخ، ولكن رسميا هذا هو التاريخ. بالنسبة لتسليم النتائج، موعد تسليم النتائج هذا يختلف على حسب كل مؤسسة. كاين بعض المؤسسات اللي غادي يعطيو النتائج مباشر يعني قبل العطلة، وكاين بعض المؤسسات اللي غادي يعطيو النتائج من بعد العطلة. على العموم راه ممكن تاخذوا النتائج مباشرة انطلاقا من مسار. إذن هذه معلومة بغيت نشاركها معكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.